الختام من كربلاء، أهالي منطقة الحر الصغير نظموا وقفة احتجاجية طالبوا بها الحكومة المحلية بالمحافظة تغليف مجرى البزل اللي مر بمنطقتهم، لأن هذا البزل على وضع الحالي هو عبارة عن بؤرة أوبئة وقوارض وأيضا غازات سامة. ويمكن هذا مو بس في كربلاء، في كثير من المحافظات للأسف الجميع يطالب بنفس المطلب، ولكن يعني ماكو أي حل. هذا المطلب طبعا كل أحوال هو سهل تحقيقه وتنفيذه، وأيضا مطلب تأسيس شبكة مجاري وإلغاء البزل هو موضوع جدا كبير خارج إمكانيات حكومة كربلاء المحلية. لذلك الناس تقول لك أنا أفضل ما أنه يلغوني البزل ويعوضوني ببدائل، وهذه يغلفولي البزل، هذه أضعف الإيمان، وحتى أنه تكون خطوات سريعة وتنفيذ سريع وأخلص من المعاناة اللي أنا يومية أعيشها، اللي هي القوارض والغازات السامة والروائح الكريهة والأمراض أيضا، حتى أخلص. خلينا نشوف معاناة أهالي الحر الصغير. احنا نطالب على مود تغليف هذا البزل، هذا البزل يعني سبب لنا مشاكل، اولا امراض او غازات، الغازات اللي جاي يطلقها، غاز الميثان، غاز الامونيا، ثاني اكسيد الكربون اللي جاي تتفاعل ويا المعادن، تثقب المعادن، فكيف هي بالبشر اللي جاي يسبب له امراض سرطان؟ هسه هذه الناس واحد من الناس زوجته بها امر بها سرطان بسبب هاي الروائح وبسبب هذا البزل. ناهيك عن المنظر اللا حضاري، احنا بسنه 2024 وهذا المنظر مال هذا البزل والناس اللي تجي، وهذا يعتبر طريق رابط من بغداد، اللي يجي هذا طريق استراتيجي، يعني يعتبر رابط من بغداد الكربلاء، وهاي المدينه القديمه تبعد كيلو ونص عن هاي المنطقه. زين، وهذه الامراض وهاي الاوبئه وهاي النفايات، يعني نريد لنا صوره تحلل هذا الموضوع، ما نريد شيء حتى لو بس ردم يعني دفن لهذا المبزل، بالاضافه المضخات اللي نصبوها بدايه المبزل، ثلاث مضخات، كل مضخه جاي تضخ ما اعرف كم الف لتر بالدقيقه. وانا شخصيا تمرضت من وراء هذا، ولا يزال دا اخذ علاج، كل شهر عندي معالجه على هذا الموضوع، اتمنى ان يشوفون وضعنا. والله من اجل هذا، واتمنى يجون يشوفون المسؤولين، والله ساعه ما يقدرون يعيشون بالمنطقه. كلش صعبه، الاف عوائل ترى كلهم تمرضوا بالمنطقه، واتمنى يشوفون اقرب وقت حل على هذا البزل الخاز بالمنطقه هنا. مطالباتنا احنا دفن البزل وهاي الروائح الكريهه. واحنا نشاهد يعني نسال المحافظ الناجده في دفن البزل. غير هاي ما عندنا، احنا كل مطالب ما عندنا، الاوساخ والرائحه الكريهه. مضخات ثلاثه اسواق برتقاله قاعد يطلقون بها مياه ثقيله علينا. وانتم قاعد تشوفونها، وانتم موجود التصوير وموجود كل الـ والمطالبات دفن البزل والوسائخ والرائحه الكريهه من عندنا. انما الناشد بعد والله العظيم ملينا، ما خلينا واحد ما نشدناه وما حد اجانا، هاي شوفوا قدامكم ملينا، والحسين الشريف ملينا، المن الناشد ما تقول المن الناشد نريد نصيف الخطاب ويجينا هنا يشوف شنو، يعني يشوف هاي الوضعيه شنو، يشوف هاي العالم الموت يوميا موت، الله شاهد العالم يوميا موت، خلي يجينا واحد وخلي يشوفنا شنو عندنا، لو ما حد يندنا، هي المجاره هاي مال الاحياء كلها شامله هنا، تحاكي قال لك بس انا، تحاكي قال لك هاي ما مشموله، هي هاي المن المجاري، رجعوا شيلوا المجاري وخلونا على على المي القديم، مي حلو كان هذا نسبح فيه الله من بدالك، يعني المن الناشد ما تقول المن الناشد.